السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معانا النهاردة هنشوف آخر ظهور للفنانة الجميلة هدى رمزي وكيف غير الزمن ملامحها. هنعرف كل التفاصيل معانا في الفيديو وأول ظهور ليها، وهنعرف حاجات كتير جدا. ظهرت الفنانة المطربة هدى رمزي بعد غياب سنوات كتيرة جدا، حوالي 30 سنة عن الأضواء والكاميرات، في عيد ميلاد الفنانة الكبيرة سهير رمزي. مع بوسي شلبي وسهير رمزي ظهرت لأول مرة الفنانة هدى رمزي، صاحبة الضحكة المميزة والعيون التي سحرت الكثير من أبناء جيلها، حيث حققت شهرة واسعة بأعمالها الفنية المميزة، وتغيرت ملامحها ولكنها ظلت محافظة على رونقها. وكانت الفنانة المعتزلة هدى رمزي قد اختفت حوالي 30 سنة عن الظهور. وفي أحد الظهور ليها ظهرت بشكل مختلف عن ما كنا متوقعين، وولدت الفنانة هدى رمزي في 10 نوفمبر عام 1958، ودرست في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون، وبدأت حياتها الفنية في سن مبكر، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، وهي عمة الفنان شريف رمزي. وظهرت هدى رمزي للأول مرة في التلفزيون كان عندها 6 سنوات، ومن خلال فيلم صحيفة سوابق. واعتزلت الفنانة هدى رمزي الفن وابتعدت عن الأضواء والشهرة بعد ارتدائها الحجاب، لكنها ما زالت محتفظة بعلاقتها داخل الوسط الفني. وتزوجت الفنانة المعتزلة هدى رمزي من ممثل ويدعى خالد، ولكن زواجهم لم يستمر طويلا، وإذا انفصلوا عن بعض وتزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم، وأنجبت منه محمد، وحدث بينهم مشكلة كبيرة وانفصلوا. أما الزوج الثالث لها كان من محامي يدعى سمير عيسى، وانفصلت وتزوجت من رجل الأعمال الهارب مصطفى البليدي الذي طلقها 3 مرات في عام واحد، وعاشت معه، والمرة الخامسة كانت من شخص يدعى محمد عيسى. أما آخر زيجة للفنانة المعتزلة هدى رمزي كانت من لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم، وده كان في عام 1999، ولكنها انفصلت عنه وأعلنت بعدها مباشرة اعتزالها الفن وابتعدت عن الأضواء والشهرة.